بشكل مفاجئ الملك محمد السادس يوجه رسالة عاجلة إلى السيسي. مرحبا، معكم بالبيس باسل شك. إن شاء الله تكون بخير جماعة وصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف الرسالة التي أرسلها جلالة الملك محمد السادس على وجه السرعة إلى السيسي وماذا جاء فيها. وأيضا عندنا موضوع هام تبون يطير إلى مصر، فما هي القصة؟ قبل ما نبلش فيديو لا تشترك بقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحط لايك جماعة، خلي فيديو تشير، خلينا بنشوف. قبل ما نبتدي الفيديو شوف هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ العلاقات المغربية الألمانية في القمة، وها هي ألمانيا اليوم منذ ساعات معدودة تفاجئنا بتقرير غير مسبوق. صحيفة فيلت الألمانية تتكلم: الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من المغرب حتى قبل الغزو الإسباني. ما زالت ألمانيا تتقرب من المغرب أكثر وأكثر. ونشرت صحيفة دي ويلت الألمانية الواسعة الانتشار مقالا تحليليا غير مسبوق اليوم منذ ساعات معدودة يتناول العلاقات الثنائية بين ألمانيا والمغرب. المثير في المقالة التحليلية التي نشرتها الصحيفة الشهيرة والتي تحظى بتأثير كبير في الأوساط السياسية الألمانية هو نشر حقيقة الصراع حول الصحراء المغربية، حيث سردت الصحيفة بموضوعية كيف أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، مشيرة إلى أن التاريخ يشهد أن منطقة الصحراء المغربية كانت تابعة للمغرب قبل الغزو الإسباني. وفيما يتعلق بخطة الحكم الذاتي المغربية فهو يصف أيضا الحقائق بطريقة واقعية تماما. وكررت الصحيفة الشهيرة حجتها من خلال محادثة مع المحامي والكاتب عز الدين قريوح المقيم في ألمانيا، حيث قال: يقول المحامي عز الدين قريوح من إنسن: يمكن أن يؤدي التموضع الواضح لألمانيا الآن إلى تأثير الدومينو داخل أوروبا، بحيث تنضم دول أخرى إلى خطة الحكم الذاتي. وشدد قريوح الذي نشر كتابا عن منطقة الصحراء على أن الحكم الذاتي كحل سيكون نعمة لمنطقة الصحراء. تم منح منطقة مكانة خاصة لتنظيم الحقوق الثقافية والإدارية بشكل مستقل كما يوضح المحامي والمؤلف. ويضيف المتحدث: ستكون منطقة جنوب تيرول مثالا على مثل هذا الحكم الذاتي. اليوم هي المنطقة الأكثر نجاحا اقتصاديا في إيطاليا، ويعتبر هذا التقرير الألماني النادر حول الصحراء المغربية بمثابة تحول في الدعاية التي كان ينشرها اليسار الألماني المؤيد للبوليسيرو الانفصالية لتكشف بأن هذه المواقف لم تعد مقبولة. ما نراه الآن تقرير من ألمانيا وصف بأنه سابقة من نوعه. تحية كبيرة للعلاقات المغربية الألمانية. نعم وهذا ليس بجديد، فالصحراء مغربية إلى نسل الأرض وما عليها. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. تبون يطير إلى مصر، فما هي القصة؟ كشفت وسائل إعلام مصرية عن زيارة مرتقبة لرئيس الجزائر تبون إلى القاهرة، وأشارت ذات الوسائل الإعلامية إلى أنه منذ أكتوبر الماضي تجري اتصالات دبلوماسية بين الجزائر ومصر لترتيب زيارة مرتقبة للرئيس تبون إلى القاهرة. وقال السفير رخى أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق في حديث له للصحيفة المحلية إن زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة للقاهرة تأتي للتشاور حول القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر خلال مارس المقبل. وأضاف حسن لذات الصحيفة أن الرئيس تبون حريص على أن تكون القمة على مستوى القمة والرؤساء
مشيرا إلى أن الرئيس لا يريد تكرار ما حدث قبل أعوام عند استضافة موريتانيا القمة التي لم يحضرها سوى رئيسين أو ثلاثة فقط، وكانت باقي الدول يمثلها وزراء خارجية أو رؤساء حكومات. وأوضح حسن أن المشاورات التي ستجري بين السيسي وتبون ستبحث العديد من الملفات والأوضاع في المنطقة العربية. وأشار حسن إلى أن الأزمة الليبية ستكون على طاولة الحوار بين السيسي وتبون، خاصة أن الوضع في ليبيا يؤثر على البلدين نظرا لوجود حدود مشتركة بين مصر ليبيا الجزائر ليبيا من جهة أخرى. وأضاف حسن إن مصر والجزائر تضغط وبقوة على الجماعات الداخلية في ليبيا كي تتوافق وتنحل الأزمة الليبية. وتابع حسن إن الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية ستكون على طاولة الحوار بين السيسي وتبون. وأفادت المصادر في النهاية أن زيارة تبون إلى مصر هي البحث عن دعم مصري للقمة العربية لكسر عزلة الجزائر. لهذا السبب تبون يتوجه إلى مصر ويطلب دعم السيسي، على ما يبدو الجزائر خائفة عندما تعقد هذه القمة من أن لا يأتي أحد. وأيضا على ما يبدو الجزائر تريد دعم خليجي في القمة العربية. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهالشيء، وهذا انتهى الموضوع عند هون. ايش جابوا له؟ الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى السيسي. عاجل، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى مصر وعبر فيها عن أطيب التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات بأن يديم عليهم نعمة الصحة والسعادة والهناء، وأن يجعل هذه السنة سنة خير وأمن وسلام وازدهار. تحية كبيرة للعلاقات المغربية المصرية، وما نراه الآن أمر هام للغاية، على ما يبدو بأن تبون سافر إلى مصر من أجل أن يجعل السيسي وساطة، وذلك من أجل أن يحضر الملك محمد السادس القمة العربية، لأننا نعلم جيدا بأن القمة العربية لا تكتمل إلا بحضور جلالة الملك محمد السادس. ويبقى السؤال، هل المغرب سوف يقبل الحضور؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شاركم بهذا الشيء. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سادة، وقصنا آخر فيديو كل أحبه. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.